ركز ترى هذه الفاصلة يا شكش. قص يا جماعة والله ما أدري منين أبتدي ومنين أنتهي. أبوي حيرنا في الصباح، ما في أزين منه بالعالم، وبالليل أعوذ بالله يقلب شر وشريرة. شو أسوي؟ لا حول الله، يعني يضرب الناس وتخلونه؟ وش أسوي له؟ أسجنه؟ في أحد يسجن أبوه؟ هي الحالة هذه جي من زمان؟ والله من تالي جايته. طب الحالة ذي ما لها حل. وش أسوي يا عامر؟ قل لي وش أسوي يا ابن الحلال. القطه هو ودي طبيب نفسي. مجنون انت صاحي؟ اودي ابوي مستشفى امراض نفسيه، وش يقولون عنا العالم بكره؟ كلام الناس ما يقدم ولا ياخر. اجي تخلي ابوك يضرب الناس يدعون عليه؟ يا حبيبي المرض النفسي زيه زي الزكمه، المرض النفسي يحتاج علاج. بعدين تعال الحين، انت اذا انكسرت يدك وين تروح؟ مستشفى طبيعي. هاجر خلاص ودي المستشفى. ابوك البخاري البطل. ومع الليمون بعد. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا عم ابو عبيد، اقلط اقلط حمادك تحبك يا حبيبي. هالوجه اكيد انت جاي تبغى الاجار صح؟ لا والله يا كفته بالكفاتي، انا مريت من عند الاستراحه وقلت امر عليك وبسلم عليك. انطح فالك انطح فالك يا حبيبي. والله يا عامر يا بعد حي يا عامر، انا ماني من الشيبانه المنغلزين بالحيل، رجال طال عمرك فلاوي وشعبي. شعبي؟ اي بس حنا جايبين بخاري. يا حبيبي والله خلنا نتغدى ووريك اللعب بالبلوت. اوف تعرف تلعب بلوت؟ هي وشلون ما اعرف العب بلوت؟ انت قم صوعك قال تقل اكت شريه. حلوه. اي حلوه، اضحك اضحك. قال لك انا يا عامر خلهم يشترون وانا ادبل، هذول غشمان لعبتي اعرفها. اي والله انك صادق انهم غشمان، شكلك استنست بالاستراحه يا عمو ابو عبيد. هي والله جازتني يا عامر، انبسطت واستعصع صدري يا حبيبي يا عامر. اجل اسمع، خلنا مرك بعد العشاء وندزها الاستراحه نطق بلوت. لا والله يا بعد حي يا عامر، انا نام بعد العشاء بعدين وين ربي دخيلك، هذا النهار يمشي بساعة يا بعد حي، ولكن ان شاء الله بعدين. سلم لي على الوالد يا عامر. ها سلم عليه. صدقوني يا رجعتوني ورا 30 سنة. أفا شباب يا أبو عبيد، أصلا ما توقعت جوك فلة. دامك كل يوم تجينا لازم تقط. أسقط يا فقي، إيش اللي يقط ولا ما يقط؟ هو صاحب الاستراحة حبيبي يا أبو عبيد. إيه سلامات، دارين إنه صاحب الاستراحة، بس كلام كفته صح لازم يقط. ما يخالف تبون يقط، ان بغيتوا كاش وان بغيتوا خصمه من ايجار الاستراحه يا حبيبيني. وهذه سوا وقامت عليكم يا غشمان. يلا قم يا عامر، قم قم يا حبيبي. انا هي انت في احد غيرك اسمه عامر باستراحه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيهم، تفضلوا تفضلوا. يا من العافيه يا عامر. لا والله جايين ناخذ الوالد بس. لا والله ماني رايح انا، يا ملعب بلوت انا بهذا ماني رايح. يبا نسيت انك تنام بعد صلاه العشاء على طول؟ ماني رايح ولا تحرك يا مكسر راس عامر هنا بلوت. يا بي يا بي البلوت ما وراه الا وجع الراس وصراخ وخناق. همش معنا البيت الحين. ماني رايح ابد. خلاص يا عيال خلوه، انا اجيبه بعد المغرب. عقب المغرب؟ لا 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 لازم امشي الحين. يابا امش معنا يرحم والديك، لا تحرجنا قدام العالم. ماني رايح ماني رايح. اقول وخر 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 انت وياه، تبي تجلسون اجلسوا، ما تبي تجلسون طشوا بالبياكه.